فطر فليفله حلوه بصل ثوم هات الطنجره والحقني زيت زيتون ثوم دبس فليفله حلوه صلصه ريحان ميه معكرونه جبنه موزاريلا كريم طبخ ملح فلفل اسود وزعتر ناشف نتركها تتسبك صدور دجاج هات القلاية والحقني زيت زيتون ثوم بصل دجاج دبس فليفله حلوه كريم الطبخ ملح فلفل اسود زعتر ناشف وسمسم وكزبره ناشفه وبوصفه اليوم استخدمت صدور دجاج من تمام معكرونه شرب لي المعكرونه وهي الدجاج جاهز حيل قويه جبنه موزاريلا وعلى الفرن يا صلاتك يا نبي ما شاء الله نحط اشياء ما لها داعي كمان نحط اشياء ما لها داعي جرت الله الكل معزوم ونقول بسم الله عابر للقارات يما تعالي ذوقي أبا.